أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، وكل عام وأنتوا العيد. أهلا وسهلا بكل الضيوف، يعني أنتوا هذا البيت بيتكم، أنا ما بطلع لي أرحب فيكم. يعني أنا أول مرة أهل بقعد البيت. هون، أنا دائما بقعد هناك ومعي إير بيس، اليوم سامعة ولا شيء، فكثير حلو الشعور أبدا إنه ما في مخرج. مسؤولية كبرى عليك اليوم رانيا، يعني إحنا هيك فيكم. حبينا إنه اليوم يكون موجودين عشان هي الحلقة الأخيرة، واليوم آخر يوم برمضان، إن شاء الله بينعاد على الكل بالمحبة والخير والأمان، وبكرة أول يوم العيد إن شاء الله. فقلنا كل كرو اللي بيشتغلوا، كل الفريق العمل اللي بيشتغل بأنسات سيدات، إنه نكون هيك مع بعض مجتمعين على الهواء، لأنه انبسطنا وتعبنا خلال هالثلاثين يوم طبعاً. يعطيها ألف عافية مها وريما ومعنا طبعاً أمل. اهلا وسهلا شيف امل، يعني انا مبسوطه جدا بوجودكم معنا، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وانا بشكركم على الاشياء الحلوه. الله يخليك. حبيتوا تعيدوا الناس بطريقه مميزه جدا، سواء من الكب كيك وهديك ايش، ترمسوا. اكيد امل. اهلا وسهلا فيكي امل. صباح الانوار، كيفك انت؟ معلش نمسك المايك لانه صوتك مش مسموع. عفوا. صباح الخير. اهلا وسهلا، كيفك رانيا؟ منيحه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. شو الترمسو اليوم؟ هاي وصفات بدنا نعرفها، لازم تعرف. لا هاي دي غير صراحه النشر. اسرار، هاي اسرار العمل. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا. يعني هو خمس ستات، انت قاعد مع خمس واحد. الله يعينك. اسوء شعور انك تكوني صايمه وتشوفي شيء كل اشياء زاكيه. بتقدر تاخذ اي شيء، احنا عندنا كب كيكس، بتقدر تاخذهم على احنا عندنا سيرفيس تيك اواي. والله يعني. شغال اول رمضان، يلا شغال يا بابا على طول. رامي ما بتغنينا اغاني للعيد؟ كل الاغاني يلا. لا بالذات انه انت يعني أنا بس معك عجبني الالهام كله اليوم. بس عجبني هو مفرده، تفضل، انه قالت لك ذكرتني في والدي بالاغنيه تبعت لي بنفس. كثير ذكرتني في الوالد. الله يرحمه. كان على طول عندنا في البيت المسجل شغال، صباح فخري، صالح عبد الحي، الاغاني هاي كلها قديمه، فكبرنا واحنا نحب هاي الاغاني. فكتير ساعات احنا في السيارة حتى بنحط الاغاني هذه القديمة في السيارة عشان الاولاد. في اغاني معينة خصوصا صباح فخري لما بسمعوها اولادي بكيفوا عليها. والله شو حلو انه اولادك بحبوا هاي الاغاني، يعني قليلة يعني تلاقي اطفال طبعاً بعمر صغير يعشقوا هالاغاني لناس كتير كبار. يعني في اغاني معينة صباح فخري بنبسطوا كتير لما نحط لهم اياها في السيارة. لا الله خليك، احنا هلا بنغني مع رامي. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل جميل، الورد الورد جميل وله أوراق، الورد جميل وله أوراق، عليها دليل من الأشواق. حبيب لحبيب، إذا أهدى حبيب لحبيب، يكون معنا وصاله قريب. شوف الزهور بقى وتعلم وتعلم، شوف الزهور بقى وتعلم وتعلم، بين الحبايب تعرف تتكلم. شوف الزهور، الزهور يا بني آدم، شوف وتعال. الله 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 الله، عن جد أداء مميز وصوت رائع جدا. أول شيء أنا بدي أقول لك شغلة، إيش قصة اللوك الجديد؟ هلا الاسبوع القادم نازله اول عمل، يعني عمل جديد الي. فبتعرفي هاي ما هي صارت موضه، انه اليوم عندك تسجيل صح؟ اليوم عندك تسجيل؟ اليوم عندي تسجيل صح مزبوط؟ لا ما في حدا عم بيقول لي هذا العصافير اللي قالوا لي مش هون، العصافير اللي قالوا لي بالبيت. عاملين كثير شيء كثير حلو. هو اغنيه بحب الوطن بس بطريقه ثانيه، يعني طريقه اعتقد شاب لسه كنه مش متوظف ووضعه سيء ومش متجوز وكذا وكذا، وصاير عنده حالة زهق من الحالة اللي حواليه. بس آخر إشي الضمير والصوت الداخلي هذا بقول له لا تنساش هذا وطنك، وهذا لازم. عاملين إشي كتير طبعاً لذيذ. قضية الوطن يعني بيحملها الفنان. عامر محمد هو ملحن هذا العمل،
وعم به هو جزء من سي دي له، الله يعطيه الصحة يا ربي ويوفقه، لأنه عامر من الفنانين الموسيقي. بوجه له تحية طبعا. بوجه له تحية وكل عام هو بخير. هو موسيقي كتير مهم. أنا ماخذ معاه 3-4 جوائز. يعني من الناس الفنانين واللي مش ماخذين حقهم حقيقة. وبتمنى له كل الخير بالسي دي اللي عم بيشتغل عليه. طيب مهند بقول مش لازم تحكي عن هذا الموضوع. خلص مش راح احكي انا. لا بس انا لازم اعرف عن هذا الموضوع اكسكلوسيف اليوم لنساء سيداتي. عامر عم بيشتغل، هو ملحن وهي اول تجربه ترى، عم بيعمل سي دي فوق القمر. بيعمل فوق القمر. فوق القمر. فوق القمر. فهذا السي دي في مجموعه من المطربين، في مجد ايوب، في توفيق الدلوفي، يعني في مجموعه كثيره وبقدم عمل مشترك. وبقدم حاله هو كملحن، هو عامل اكثر من ستايل يعني عارفه كيف. وهذا كثير تجربه كثير مهمه. فاحنا كل يعني انا بالنسبه لي اي شيء مني ومن كل زملائي كل الدعم لعامر يعني بيستاهل كل شيء. اكيد بوجه لكم تحيه ويعطيكم الف عافيه. وشكرا لمهند يعني. صدقني مش مهند. انا لي ساعتين عم بشوف لما بتعمل هيك هو ايش في الكاميرا هون. بالضبط هيك عم بقول انه ايش عم بيكون في فوق بعدين. اهلا وسهلا فيكم روز. طبعا هالتجربه كانت حلوه بانساتي سيداتي، شوي حاولنا من خلال هالساعه بالوقت القصير انه نقدم شيء لكل الانسات والسيدات، وخصوصا انه كان بشهر رمضان عندنا مشاركين من فنانين واعلاميين مميزين والناس كانت تحبهم. قولي لي هالتجربه شو اضافت لروز، مع انه انت شوي خبرتك بالاذاعه اكثر من التلفزيون. هلا خبرتي بالاذاعه اكثر، اشتغلت تلفزيون بس ولا عمره كان التلفزيون له دخل بالمطبخ كان او بالفن بشكل يعني مباشر. احنا اكثر شيء كنت اشتغل بمواضيع اجتماعيه. هلا بانسات سيداتي هو بلش قبل رمضان يمكن يحاكي او يخاطب بس الستات او بس الجنس اللطيف، برمضان لانقلب صار بيخاطب كل حدا. بارك كل المشاهدين. الساده بالذات كمان بالضبط كل المشاهدين. حاولنا انه نجيب ناس نجوم اشخاص مشهورين المشاهدين حابينهم بيحبوهم بيسمعوهم يمكن بشوفوهم بيمثلوا بشوفوهم بيقدموا بس ما بشوفوهم بس ما بشوفوهم بالمطبخ ما بشوفوهم بالحياه العاديه وهيك بساعه. يعني هو البرنامج عن جد دمه خفيف. يعني الساعه عن جد ما اظن حتى الشيف او الضيف انه خلصنا بيكون بتحسيش على الوقت قبل الهواء مجرد ما دخلنا على الهواء بصير يقول انه خلصنا او هيك. فصراحه هاي كانت شغله حلوه بالبرنامج ولانه كل حدا اشتغل معنا بانسات سيدات بنشكرهم كلهم يعني ما شاء الله عليهم طبعاً من الشباب اللي ورا الكاميرات من الاعداد من مهند مخرجنا انت رانيا كل الصبايا اللي كانوا معنا. فكان هيك في محبه في قرب يعني بين الكل. فان شاء الله انه نكون قدرنا نوصل هاي المحبه لكل الناس عبر شاشه التلفزيون. شاطر هو شاطر مهند شاطر على شك يعني بي 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 هو يعني كرزت هو كرزت انسات سيداتي. روز هالاتصال معلش تاخذيه. يلا الو ايش في اتصالات. الو قولي الو يا روز. عم بقول الو مش سامعة. الو قولي الو. الو كمان الو كمان الو. الكاميرا الخفية بلكي معقول. اوكي ممكن اقطع الاتصال مهند. الو لا يلا قولي الو اصواتي. الو بس لو تعلوا لنا الصوت لو سمحتوا. ايوه مرحبا اهلا كيف حالك؟ تمام الحمد لله. مين بترول؟ ايوه تفضلي كيفك يا روز؟ الحمد لله تمام انت كيفك؟ كل عام وانت بخير وانت بالف خير وصحه وسلامه ينعاد عليكي. ينعاد عليكي انت كمان. بحب اتذكركم كثير على هذا البرنامج وكل سنه وانت سالمين. وانت سالمه. وعن جد استفدنا كثير من برنامجكم والله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. اتذكر الشيف امل والشيف ريما ومها وكل فريق العمل. بس ما تعرفنا حضرتك. انا مدام حداد حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي وكل عام وانت بالف خير. وانت بخير. وبحب احكي مع الست رانيا. ماما انا لسه كنت بدي احكي انه ماما. ماما شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكي يعني ما بعرف كل عام وانت بخير. وانت بخير منور الشاشه ماما والله يعطيكي الف عافيه. وبرنامج كان كثير حلو بوجودك انت وروز وكل فريق العمل وان شاء الله ينعاد عليكم وكل سنه وانت سالمين يا رب. وانت سالمه ماما الله يخلينا اياك يا رب. شكرا كثير ماما. طبعا ست الحبايب سمعني كثير سمعني يلا سمعني عشان طب داني انا بس عندي فضول اعرف ايش عم بصير المطبخ. انا شا يعني عم بسمع صوت ما هم اسمع اليوم كثر الطلب
طبخين الله يسترنا من بس ايش ايش عم بقى العنوان دجاج دجاج مع البطاطا بالفرن دجاج اكله سهله طبقات طبقات لا هو طباخ ماهر جدا ويلي لو يدروني يابا ويلي لو يدروني من قلبي بهواك لكن أهلي ما يدرون قلبي أهلي ما يدرون ويلي 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 لو يدرون بدون اتجوز بن عمي وبعد عن دربك وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبه بدون اتجوز بن عمي وبعد عن دربك وابن عمي قلبي ما يريده وانت اللي بحبك لا تهدي يا دمعة عيني ولا تنامي يا جنون أهلي ما يدرون ويلي 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 لو يدرون ويلي لو يدرون يا بابا ويلي لو يدرون من قلبي بهواك لكن أهلي ما يدرون قلبي ويلي لو يدرون ويلي 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 لو يدرون وحياتك وحيات دموعك مرضى بدالك ما بهدي لو قصوا عليكي بس طول بالك وحياتك وحيات دموعك مرضى بدالك ما بهدي لو قصوا عنيقي بس طول بالك لا تهدي يا دمعة عيني ولا تنامي يا جفون أهلي أهلي ما يدرون ويلي 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 لو يدرون ويلي 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 لو جلد ذهبية يعني تسلم. ما شاء الله ما شاء الله تسلم. انت اسمك رامي شفيق نعم طب اذا حدا بيعرف عليك رامي شعبان شو بصير فيه الله هاي قصه ايش اصلي بقول لك انا ما بحبش اطلع معاها في البرامج يلا معلش صدقني صدقني انه مهند ما له دخل عن جد قصه انا ايام كنت ماخذ مهرجان الاغنيه الاردنيه يعني وين ما تروحي والله رامي ورامي كنت انا واحمد عبنده فالمهم طلعت حفله يعني كثير مرتبه كلها بابيونات وكذا ومقدم الحفل فاجا مقدم الحفل واحد ختيار يعني قال لي عمي انا بدي اقدمك قلت له يا عمي طب خلص هي الشاب قال لا انت فنان كبير وانا اللي بدي اقدمك ايوه قلت له طيب فانا استنيت ورا هيك بدي اطلع على الفنان الكبير الاستاذ رامي شعبان ما طلعتش طبعا انضليت طلعت انا مين رامي شعبان قال لي تفضل تفضل قلت له مش انا رامي شعبان